قبرك عندك سند، في آخرتك عندك سند، في زواجها جعلت مهرها الشفاعة لشيعتها ومحبيها. لما زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله نزل جبرائيل من ساعته وبيده حريرة مكتوب في هذه الحريرة: جعل الله تعالى مهر فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله شفاعة أمته العصاة. الله عز وجل وهبها هذا المقام. هي ماذا صنعت؟ أوصت فاطمة عليها السلام وقت خروجها من الدنيا أن يجعل ذلك الحرير اللي نزل به جبرائيل في كفنها، وقالت عليها السلام: إذا حشرت يوم القيامة أرفع هذا إلى يدي وأشفع في عصاة أمة أبي. إذن هاي الأمة عندها أمان من فاطمة، وعندها أمان من الله كرامة لفاطمة. المؤمن وهو في الدنيا قلبه ساكن مطمئن، عند سند، عند ظهر في آخرته يحمي ويدافع عنه. تقدر هذه النعمة بثمن؟ في قبرك عندك سند، في آخرتك عندك سند، والسند بدرجة من القيمة والعظمة الله يرضى لرضاه.